هذا البروفيسور جابوه على حساب العتبة، يجي ياخذ نظرة ويقرر كم طن، كم وحدة، كم 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 إلى آخره، اللي هو شغله، شغله التكييف. ما قالوا إلى، ما أعطوا فكرة عن كربلاء. هذا مو أنت من يقولوا لك كربلاء دابت كبدوك ونزلت دمعات، كوش مدرنا ولا يلام ولا هو شغله. جابوهم ساكتين، دخلوهم إلى الصحن. طبعا بما أنه كافر يجوز يدخل الصحن، بس من بعد حبيب ما يجوز. حده هنا بس حده الصحن، حده حبيب. هناك اسمه الحائر، هناك لا الحائض ولا النفسة ولا الجنوب ولا الكافر، ما يدخلوا هنا. أخذ نظرة وشاف ارتفاع الساق وشاف الأرضية. الصباح ماكو زوار واجد إذا ماكو فضيلة، لكن في روحانية. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي، إذا رحت لضحى يا ربي تعودنا، يا الله بالعود، يا الله بالعود. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الدماء السائلات بين يديك. وأما روحانية صلاة الصبح لا تعد ولا تستشعر القرب من المعصوم. هذه ترى هذه النعمة الحقيقية، دي هذه النعمة الحقيقية، انك تستشعر القرب خلاص تنسد. قال لهم البروفيسور هذه المساحة، دي المساحة كم يجتمع فيها؟ هو حين ما يدري هذا نادي، هي قاعة افراح، هو مجمع، ما يدري. فيهم واحد عاقل ذكي مثلك، قال رجاء لا تجاوبوه، خلوه ليلة فضيلة، لأنكم الحين لو قلتوا إله يجتمع في هالمساحة 400,000 بيضحك عليكم، هذا كلام فوق العقول. وإذا ضحك عليكم ما هو ملام، مو ملام، هذا كلام فوق العقول، فوق التصور. قالوا له ما يخالف، خلك تشوف على الطبيعة. ولا علموه شيء اصلا هالمكان وش هي، جابوه ليله فضيله، خلوه يسكن عندهم على حساب العتبه في فندق وخدماته. جابوه في الليل ليله الفضيله، بس وقف اغتم. هذا يبين ان شهادته علميه. ده الان لا قالوا له هذا ولي، لا قالوا له هذا امام، لا قالوا له هذا شهيد، لا قالوا له هذا سيد الشهداء، لا قالوا له هذا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، ما قالوا له هذا اللي هز الدنيا وهز السماوات. خلوه يشوف، سكت سكت، ياخذ نظرة، سكت، تتوجه إليهم بالترجمان. قال لهم دي المكان بغض النظر ما هي، هذه المكان فيها رجل الله نصبه، لأن هذا شغل السماء. هذه المساحة من الأرض ما تستوعب هذا العدد، هذه الأفق، الأفق من الأرض إلى السات ما في أكسجين يغطي هذا العدد. هذه المساحة الآن ترى في قدرة إلهية متدخلة فيها من الأكسجين، من المساحة، من تنظيم الناس، من مسير الناس، من هنا. هذا يحتاج الآن يوصلوا له من هنا. ذكروا لدين الإسلام ونبي الإسلام وأولاد نبي الإسلام، وهذا الولد الثاني من أولاد نبي الإسلام جاء إلى هذه الأرض وحاصروه ومنعوه شرب الماء وقتلوا أولاده وإخوته وأصحابه وأصحابه وأهل بيته، حتى وقف ينادي أمام الناصر.